لطالما كانت مباراة الجيش والمجد في السنوات الأخيرة تحمل معها الكثير من الإثارة والحماس، لقاء اليوم مع ختام مباريات مجموعة اللقب لم يخرج عن هذا الإطار. فالشوط الأول مر عادياً بسيطرة جيشوية كاملة على المجريات، والتي ترجمت هدفاً أولاً عند الدقيقة 32 بقدم عبد الله حبار. المجد اعتمد على المرتدات طيلة فترات الشوط، ومحاولات الحريري والعويد لم تأتي بجديد. فصول الشوط الثاني كانت أكثر إثارة من الأول، حيث تبادل الفريقان الأدوار بمحاولات المجد المتعددة للتعديل واعتماد الجيش على مرتدات ضاعت للرعونة. يقولون إن الشوط الثاني هو شوط المدربين، وما يحسب للمدرب المجد عماد دحبور قراءته للمجريات بشكل جيد. فتبديل مزدوج قبل انتصاف الشوط بإدخال المهاجم ياسر إبراهيم ولاعب الوسط علي رمال، والنتيجة السريعة قطفها لاعبو المجد بعد دقيقة واحدة بتسجيل هدف التعادل بقدم الهداف عبد الهادي حريري إثر تمريرة متقنة من البديل ياسر إبراهيم. أفضلية المجد استمرت بعد الهدف، والدربكة أمام مرمى علي مريمية حارس الجيش أبعدت بقدم الباعور من على الخط. الجيش حاول استعادة زمام الأمور، وتسديدة أولى لعفا الرفاعي ردها قائم الأزهر، فيما كانت الكرة الثانية ثابتة وعرضية الكلزي الموزونة أودعها الرفاعي هدفاً ثانياً للجيش. نجم نجوم الفرص الضائعة كان البديل ياسر إبراهيم بإضاعته لأربع كرات على أبواب مرمى الجيش بتألق واضح لعلي مريمية تارة ورعونة من المهاجم الشاب تارة أخرى. الدقائق الأخيرة من المباراة حملت معها الأخبار السارة لأبناء الدحبور بإحراز البديل علي رحال لهدف التعادل الثاني، ومعه كانت النهاية بمركز 14 نقطة ووصافة جيشوية مقابل مركز 5 ب10 نقاط للاعبي المجد. اليوم ولعبة الشوط